سبيان
يا عاقل يا ابن
more
سيكتون نكرون إلي سوني ماس القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلباط قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس شوي هارو
كبشوي سيبن نوتي نيتا برشور بنين كوت مايم تنو شوني ما تاليت شو جين صغار بيبنون خطيرو نم بنو غايتيرو نم تنهل بستيرو نم بن تاليت شو تيرو نمتنا نستاسيستي صلى مستو دافيد جو الليلويا choice for me off Oh.
Ik is zo ten neen moeit. O if choice ek el amen. O if choice ek is zo ten neen moeit. If not ye if choice af o oini eron alleluia. If not if choice af o oini eron alleluia. Jesus be Christos eboro ente ebo afton fevol enni es mod evi eo emma shom telle Cosumento agio o efangi ileio fez moro o tenje vesnio genevran me shoin sentenigom kirie flogeson ektoka Sikireye
ستو لسماء الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. بإخريستوس إبشير يمفنوت يتون خبيون أفشايني إنهري ذيخن فواين ثي صفتون مارياتي مجدليني أصئي إبيم هاب إنشور بيتي ريتكيم سيفول أو أصناف إبي أو أويني اي اف اول في فول هيرو في ام بي ام هاف اسيت شوقي اون اس اي ها سيمون بيتروس نم ها بك ما تي سيناري سوس مي اموف او بيغاس نو اوجي اف اولي ام بن شويس إيفون خن بيم هاف أو إنتي إيمي أنجي أف كاف صون أف إي أو أو نيفون إنجي بيتروس نم بك ما تيتي سوه نفنيو إبي إم هاف نافت شوقي ذي إم بي إم إيهي أو صوب أو بك ما تيتي إيس أفت شلق أف إرهي إتهي ام بيتروس او اف ار شور بي اروف اي بي ام هاف او اف صوم سي اخون اف ناف ايني اهوس اف كي اخري من طويل بفشي اخون اف اي دي هو فنجي سيمون بيتروس اف موشن صوفو افول إخون إبي إم هافو أفنف إني هفصو إفكي إخري نيم بصديرون إني أفكي هجن تربي نفكي أني ميهي إفوس الله إفكن فإفكي سأوصى إما فا بأوفا بالنوت بشايني نمشايني تبيني تير أمين دوكساسي سهل سبولنا
الرب الإله ربنا وإلهنا ومخلصنا ومليكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الآخر وآتيا إلى القبر وكان الاثنان يركضان معا فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسي ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر وراء
فلما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لا يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لا يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لا يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لا هذا ابن الروح القدس إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. نهنئكم أيها الأحباء بهذا العيد المبارك، عيد القيامة المجيد، وننقل إلى حضراتكم تهنئة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يكوبوس، وتهنئة أيضا جناب أبي الورع القس مآر أنيس. راجينا من إلهنا أن يكون هذا العيد سبب بركة لحياتنا جميعا. في مزمور اليوم يقول معلمنا داود: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به. يا رب تخلصنا، يا رب تسهل طريقنا، الله الرب أضاء علينا. في شك أحبائي أن بقيامة رب المجد يسوع أنار لنا الطريق وأظهر لنا مجد الحياة الأبدية وأعطانا عربون الخلاص. القيامة في حد ذاتها مش مجرد حدث تاريخي، ده حجر الأساس للمسيحية بتاعتنا وعقيدتنا. تعتبر القيامة هي الوجه الآخر للصليب، يعني الصليب والقيامة وجهين حاجة واحدة. ما نقدرش نفصل عن حقيقة الصلب حقيقة القيامة. في صلب يبقى لازم يكون في قيامة، وإذا كنا متنا مع المسيح من خلال الصلب فيجب أيضا أن نقوم معه في هذا اليوم ليقيمنا من موت الخطية. عشان كده نسأل نفسنا النهاردة ونقول: هل كان في ضرورة حتمية لقيامة رب المجد يسوع؟
يعني هل كان لابد أن يقوم السيد المسيح بين الأموات لكن ممكن يتم الخلاص بدون قيامة؟ أولا لازم كان تتم القيامة. ليه؟ لأنه هو الحياة. معلمنا يوحنا الرسول في إنجيله في الإصحاح الأولاني يقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، واللي فيه الحياة ما يموتش وما يقدرش أو يموت لكن لا يبقى في الموت. فالسيد المسيح فيه الحياة، مات وقبر ولكنه يجب أن يحيا أيضا. عشان كده هو لما تقابل مع مرثا قال لها كده أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. هو الحياة. يبقى إذن الذي فيه الحياة صعب عليه أن يبقى في الموت. والسيد المسيح يؤكد لها نفس المعنى في مكان آخر، يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. يبقى نقدر نقول لما يكون فيها إنسان بهذه الصفات يبقى في الموت مثله مثل أي إنسان آخر، لازم كان يقوم من بين الأموات لأنه حي. عشان كده أظهر هذا الموضوع ليوحنا الرائي في سفر الرؤيا وقال أنا هو الأول والآخر الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين أمين. هو حي إلى أبد الأبدين. فيه كانت الحياة. عشان كده لما تقابل مع المريمات وبخهم وقال لهم كده لماذا تطلبنا الحي القائم من بين الأموات، تطلبنا الحي من بين الأموات، أنتوا عارفين أنا حي. عشان كده أحبائي كان لازم كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لأنه حي، فيه كانت الحياة. أيضا كان يجب أن يقوم رب المجد يسوع لأنه أقام غير كثيرين، أقام الكثير. صحيح عندنا مثال زي إيليا أقام ميت، لكن يتقال عنه أنه صلى كثيرا من أجل أن يقيم ميت. وإليشع أيضا أقام ابن الأرملة الشونامية، لكن أيضا أقام إليشع هذا الميت بصلوات كثيرة. أما السيد المسيح فأقام الكثيرين بكلمة من فيه، كلمة واحدة أقامت الكثيرين. مثلا عندنا في إقامة ابنة ييروس يقول الكتاب المقدس أمسك يدها وقال لها طبيثة قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقولي لك أقول قومي، كلمة لك أقول قومي. ولما أقام لعازر من الموت يقول كده صرخ بصوت عظيم وقال لعازر هلم خارجا. ولما أقام ابن أرملة نايين يقولوا عنه في الكتاب المقدس أنه وقف ولمس النعش فوقف الحاملون، وبعدين قال له كده أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. كان لازم يموت هذا القائم من بين الأموات، لازم يقوم من بين الأموات. ليه؟ لأنه أقام الكثيرين وله القدرة أن يقيم ذاته أيضا. ده مش بس كده، ده يمكن الأمر دوت ممكن يتم. وزي ما قلت لحضراتكم إليشع وإلي أقاموا أموات، لكن تفتكروا واحد ميت يقدر يقيم ميت؟ هو ده اللي حصل في إنجيل معلمنا متى، يشرح لنا الموضوع دوت. يقول إن ساعة الصلب روح الله المتحدة باللاهوت نزلت إلى الجحيم ورد آدم وبنيه إلى الفردوس بأرواح. وبعدين يقول كده
وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. يمكن الحكاية دي بتمر علينا ما ناخدش بالنا منها. يعني السيد المسيح وهو على الصليب روحه اتحدت باللاهوت ونزلت وأقامت القديسين الراقدين مجموعة منهم، وظلوا في القبر مدة الثلاث أيام. وأول ما السيد المسيح قام من بين الأموات دخلوا المدينة وبشروا بقيامة رب المجد يسوع، وطبعا بعد كده ماتوا تاني. تقروها حضراتكم في إنجيل معلنة متى البشير إصحاح 27. هي دي المعجزة، إن ميت يقيم ميت. ألا يستطيع هذا الذي يقيم وهو ميت وهو حي أن يقيم ذاته أيضا؟ كان لابد من قيامة رب المجد يسوع، لأنه هو الحياة وفيه الحياة، لأنه أيضا أقام الكثيرين ومنهم من كان وهو ميت أقامهم أيضا. كان لابد من قيامة رب المجد يسوع. لماذا يا رب؟ لتكتمل النبوات. نبوات كثيرة جت عن قيامة رب المجد يسوع، وأكثر واحد تكلم عن هذا هو داود النبي. قال نبوات كثيرة، منها لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. نبوة عن قيامة رب المجد. وفي مكان آخر في مزمور 3، أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري. وفي مزمور 68 يقول ليقم الله ويتبدد جميع وليتبدد جميع أعداؤه وليهرب من أمامه كل مبغضيه. كل هذه نبوات أحبائي بتتكلم عن قيامة رب المجد يسوع. هوشع النبي أيضا تنبأ وقال أنه يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا معه. كل دي النبوات اللي جت في العهد القديم التي تثبت قيامة رب المجد يسوع. تخيلوا حضراتكم لما نقرأ كده هذه النبوات في العهد القديم وفي النهاية ما يقومش رب المجد يسوع، يبقى إيه الموقف؟ عشان كده كنيستنا استقت من هذا قانون الإيمان، ونقول في قانون الإيمان وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. مش بنقول كده؟ قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، زي ما تقال بالضبط في النبوات في العهد القديم، أيضا قام السيد المسيح في العهد الجديد ليكمل هذه أو لتكتمل هذه النبوات. يبقى إذن كان لابد من قيامة رب المجد يسوع، لأنه أولا فيه الحياة، والذي فيه الحياة لا يبقى في الموت. ثانيا لأنه أقام الكثيرين ومنهم القديسين، ومنهم وهو ميت على الصليب أقامهم، فكان لابد أيضا أن يقيم ذاته. أيضا كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لكيما تكتمل نبوات العهد القديم. كان لابد أيضا من قيامة رب المجد يسوع لكيما تتحقق الرموز. في رموز كثيرة في العهد القديم بتشير إلى قيامة رب المجد يسوع في العهد الجديد. عندنا من هذه الرموز إسحاق. بنقول في الإسم بتاع ذبح إسحاق كده، فذبح إسحاق كان إشارة لهرق دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم. وكما حمل إسحاق حطب المحرقة، كذلك حمل الصليب، حمل المسيح خشبة الصليب. وكما رجع إسحاق حيا، هكذا أيضا المسيح قام حيا من الأموات وظهر لتلاميذه القديسين. إشارة لقيامة رب المجد يسوع رمز ذبح إسحاق اللي كان حيتم. نقول كده، كما حمل إسحاق حطب المحرقة، كذلك حمل المسيح خشبة الصليب.
وإسحاق قام حيا لم يذبح، كذلك السيد المسيح قام من بين الأموات حيا. عشان كده الكنيسة بترتب لنا في خميس العهد أن نقرأ هذه الإثمة. ليه؟ عشان بتشير إلى قيامة رب المجد يسوع. يبقى أول رمز هو إسحاق، تاني رمز عندنا هو يونان النبي. سمع مجموعة من اليهود عشان يطلبوا آية من السيد المسيح، فقال لهم كده: جيل فاسق شرير يطلب آية، ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رمز لقيامة رب المجد يسوع بعد 3 أيام بقاء يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لكيما تتحقق هذه الرموز التي جاءت في العهد القديم عن هذه القيامة المجيدة. أيضا يا أحبائي، كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لكي تتحقق وتتم أقواله هو ذاته. هو تكلم كتير قوي عن القيامة وقيامته هو، فلو ما كانش تحققت هذه الأقوال كان باطل كل إيماننا، لكن هو قال ووعد وتكلم، لذلك كان لابد أن تتم هذه الأقوال. جيت السيد المسيح يتكلم بعد ما بطرس شهد بأنه ابن الله، قال: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. الكتاب المقدس يذكر هذا. وبعد معجزة التجلي السيد المسيح يقول كده الكتاب المقدس عنه: فيما هما نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. تخيل لما يقول السيد المسيح هذه الأقوال وفي النهاية لا تتم القيامة، يبقى باطل كل إيماننا أحبائي. ولما شرح مثل القرم والقرمين مع التلاميذ خدهم على انفراد وقال لهم كده: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يستهزئوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. وجيت أتكلم مع المريمات، قال لهم الملاك رب لما أتكلم مع المريمات وقال لهم: أنتما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هنا لكنه قام كما قال. كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لكي تتم أقواله التي قالها عن قيامته المقدسة. يبقى في البداية كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لأن فيه الحياة، والذي فيه الحياة لا يبقى في الموت. كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لأنه أقام غيره وهو قادر أن يقيم ذاته. كان لابد من قيامة رب المجد يسوع لتكتمل النبوات، نبوات العهد القديم. وكان لابد من قيامة رب المجد يسوع لكي ما تتحقق الرموز. وكان لابد من قيامة رب المجد يسوع لكي تتم كل الأقوال التي قالها عن قيامته المقدسة. أيضا كان لابد أن يقوم رب المجد من بين الأموات ليظهر سلطانه. محدش أكبر السيد المسيح على أن هو يبذل ذاته ويضحي بذاته من أجل خلاصنا ومن أجل فدائنا، لكن هو الذي قدم نفسه وله سلطان أن يقيم ذاته من بين الأموات. عشان كده هو بذاته قال لنا الكلام دوت: إني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هو قادر أن يقوم بإرادته وبقوة لاهوتي
فكان يجب أن يقوم رب المجد لكي ما يظهر سلطانه للكل. أيضا يا أحبائي كان لابد من قيامة رب المجد لأن موته كان من أجل الفداء ومن أجل أن يرد الكثيرين من آدم وبنيه إلى الفردوس. كان هذا العمل عمل مؤقت. تعرفين لما يكون واحد نزل لرسالة معينة أو السيد المسيح تجسد وتعب في العالم وقدم ذاته ذبيحة على الصليب لفترة محددة لكي ما يعيننا على خلاصنا ويتمم الفداء ويرد آدم والقديسين للأبرار من العهد القديم إلى الفردوس، يفتح باب الفردوس ويبطل عمل الشيطان، وده كله كان لفترة مؤقتة. بحسب طبيعة رب المجد اللاهوتية لا يمكن أن يموت، لأن زي ما نقول كده أجرة الخطية موت، وحاشا أن نقول أن رب المجد له خطية. هو نفسه قال كده: من منكم يبكتني على خطية؟ لكن هو قبل الموت عوضا عنا، إحنا نستحق الموت وهو كان ذبيحة الفداء على الصليب من أجلنا. وكان لابد أيضا أن يبشر الراقدين في الجحيم اللي راقدين على رجاء القيامة الأبرار والصدقين من العهد القديم. عشان كده معلمنا بطرس الرسول يقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، فمات في الجسد ولكن مماتا في الجسد ولكن محي في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. هو كرز للأرواح بالخلاص، كرز لهذه الأرواح بالخلاص، ورد آدم وبنيه إلى الفردوس، وسمح للص اليمين أن يدخل معه إلى الفردوس. أيضا يا أحبائي كان لابد أن يقوم رب المجد يسوع من بين الأموات، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طب ودي مالها؟ إزاي بقى يقدر يموت اللاهوت؟ اللاهوت لا يموت، وإحنا بنقول كده: لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا إيه؟ ولا طرفة عين، فكيف يموت اللاهوت؟ حتى لما مات السيد المسيح انفصلت روحه عن جسده، لكن لاهوته لم ينفصل قط لا عن جسده ولا عن نفسه. عشان كده بنقول في الاسمة السريانية: لاهوته لم ينفصل قط عن ناسوته. واحنا في صلاة الصلح نقول كده: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، وبعدين الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس إيه؟ هدمته، هدمته بيه بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت، ورب المجد يسوع هزم الموت اللي دخل إلى العالم، هزمه من خلال التجسد واتحاد اللاهوت بالناسوت. عشان كده أحبائي كان يجب أن يقوم السيد المسيح بين الأموات، لأن اللاهوت لا يموت أبدا. أيضا كان يجب أن يقوم السيد المسيح بين الأموات ليظهر أنه ليس إنسانا عاديا. الناس العاديين يموتوا وبعد كده جسمهم يتحلل، أما رب المجد يسوع له الطبيعة اللاهوتية، جسمه ليس جسما عاديا، ليس هو إنسانا عاديا، بل موطنه الأساسي هو السماء. كان يجب أن يصعد إلى السماء. ليه يا رب تصعد إلى السماء؟ ليه ما تموتش وتفضل في الموت زي أي إنسان؟ تقول الطبيعة اللي فيا، الطبيعة اللاهوتية اللي فيا تمنعني من أن أبقى في الموت. وإيه كمان؟
يجب أن يصعد إلى السماء لكي ما يرسل إلينا الروح القدس المعزي الباراقليط اللي هيبقى معانا إلى الأبد أو إلى انقضاء الدهر. أيضا يا أحبائي كان يجب أن يقوم رب المجد يسوع لكي ما يؤسس لنا المسيحية الحقيقية المبنية على الأسرار الكنسية. بعد القيامة المقدسة كان واجب على السيد المسيح أنه هو يجلس مع التلاميذ، قعد معهم 40 يوم يعطي